رجعنا لكم تاني. الموضوع منورتنا، ومنورتنا النهارده عن الخلافات ما بين الراجل والست. ردا على كلام هند، لو شفنا وقارنا نسب الطلاق والخلافات اللي كانت بتحصل زمان ودلوقتي هنلاقي فرق كبير جدا، لان دلوقتي وعي الستات والتجارب اللي بيعيشوها في الشغل واحتكاكهم بكل الناس خلى كلمه الست ند، بالند مع الراجل على كل كلام بيقول الراجل. الاثنين بقوا بيعندوا مع بعض، عشان كده علاقتهم بجد بتفشل، لان محدش بيحاول يتعب نفسه ويفكر هو التاني بيفكر ازاي. الحكمه بتقول ايه؟ بتقولك طبيعي، يعني احنا عارفين ان المركب اللي بريسين بتغرق، وكذلك البيت اللي فيه راجل وست لو كل واحد بكلمه ومتمسك بيها مش عايز يسمع التاني وبيسمع نفسه بس، طبعا هتكون نهايه البيت فشل. لكن اللي انت بتقوليه ده برضو مش معناه ان الراجل يكون ست سيد ولا ان الست تبقى ست امينه. مظبوط. وللاسف هتلاقي كل شخصيات الافلام والمسلسلات الحديثه المتحضره فيها بذره كده من ست سيد وامينه، وبتدخل لنا الفكره زي السرسوب. قال يعني ايه مش واخدين بالنا يعني، فاهمه؟ عشان كده في بنات بالفطره بتحب الراجل اللي معاها يبقى ست سيد لكن بمزاجها، باعتقاد منها ان دي رومانسيه، زي ما بنشوف في الافلام، زي مثلا فيلم تيمور وشفيقه. شفيقه حابه ان تيمور بيعاملها زي بنته، بيغير عليها من الهوا الطاير، لكن اول ما جه على مستقبلها بتوريه بقى الوش التاني. عشان كده انا ما عنديش مشكله ان كل واحد يحترم الطرف التاني، كلمه الراجل تكون الاخيره، لكن بالاتفاق والنقاش، كله بالمشاركه. يمكن انت بتقولي صح، المركب اللي ليها رئيسين بتغرق، بس لازم يبقى الريس بيبقى معاه كو بايلوت. طيب بالظبط يا فاشل، يساعده بالزبط. ياخد رايه بالظبط كده. بالظبط. والله بصي، هو الموضوع بسيط. انا دايما بقول احنا مش داخلين خناقه يا جماعه، احنا الاثنين رجاله وستات اتخانقنا عشان نعيش مع بعض ونكمل مع بعض، ومفيش مفر، فاتخلقنا علشان نعمل كده. هنقعد نتخانق ونأفور، طب ما انتوا قدرنا واحنا قدركم، العند بقى في النهايه ما بيوصلش لشيء. يعني طريقه السيد وامينه دي بجد نماذج قديمه عفى عنها الزمن وخلاص، لا تصلح لوقتنا دلوقتي. لكن بعيد بقى عن كل الأصوات اللي قلتي عنها يا هند في الأول، بيطلع الصوت العائل اللي بيدينا مفاتيح الراجل ومفاتيح الست. ما هو الرجالة والستات يعني شخصيات برضو، عشان نبقى فاهمين، مركبة. عشان نفهمها محتاجين كتالوج، وإحنا إن شاء الله دلوقتي هيبقى معانا حد يمسكنا كده الكتالوج، ونقعد نركز ونمسك حتة حتة ونشوف صح هنعمل ايه. صح. احنا دلوقتي خلينا نروح لفقرتنا، فقرة 2 على 1. طيب، ما بقاش في دلوقتي حاجة اسمها ست حلوة وست وحشة، بقت الجمل بتتقال ست فرفوشة وست نكدية. عشان تتعامل مع الست الأول لازم تفهم شخصيتها واحتياجاتها، وتعرف هي بتحب إيه وبتكره إيه، تحاول تحل الشفرات بتاعتها، الأكواد اللي في دماغها، وتعرف كل حاجة عنها. ودي كانت رسالة الكاتب والصحفي إيهاب معوض على ظهر كتابه كتالوج الست أمينة، وقبلها كان كتاب كتالوج سي السيد. أستاذ إيهاب، منورنا بنفس النهاردة عشان نشوف كتالوج الاثنين ونتعامل معاه ازاي. برحب بحضرتك، منورنا في الحريف. زي الفل، الحمد لله. قول لنا نبتدي بقى منين، نبتدي منين يا أستاذة أميرة؟ يعني هل فعلا للدرجات دي الست والراجل محتاجين شفرات للفك، كل واحد محتاج كتالوج عشان أعرف أتعامل معاه؟ الموضوع صعب كده؟ انت قلتي يا اميره في البدايه خالص، وانت الاول اقول لكم ان بما ان انا كاتب كاتوكست امينه، اقول لكم ان انتم شخصيتين مختلفتين تماما. بجد انت ليكي توجه اللي هي الانثى البسيطه قوي اللي ممكن تقول حاضر وطيب في بيتها اظن. أوكي. يعني هند هتلاقيها الزوجه اللي بتماثل خطيبه او جوزها احيانا، وبقى في يعني شراكه وكده. انت قلتي ان ده بيبان جدا من شخصياتكم، وانا عشان كده عملت كاتوكست امينه عشان اقول للراجل انت محتاج فعلا كاتالوج عشان تفهم الست. اوعى تتخيل انت بالفزلكه والشقاوه والشطاره وحاجات المراهقه زمان، يعني خلاص بقت فين انت مدرك كل المراه بتفكر ازاي. لا تماما كان ليها كتالوج، وكل امراه في الدنيا ليها طبيعه وليها طريقه تعامل. يعني انت خطيبك او جوزك مثلا لو قال لك قومي هاتي لي كوبايه شاي، هتقول له قومي اعمل لنفسك فورا. لا تقولها بشكل يعني طبعا. ممكن تقول له هي اعتقد ان لا انت فاهمني غلط. اميره 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 تقول بشكل ابسط، يعني ممكن تقول برضو انا في النص، يعني انا وسطيه كده. ما بحبش طبعا الخناقه والمشاكل اكيد، يعني محدش بيحب، بس انا وسطيه. لا لازم الطريقه تبقى كويسه طبعا. طبعا انا بس انا اقول لك الاختلاف بس في التركيبه نفسها. ان انت هتقول ايه مختلفين. عشان خاطر حبيبي ممكن تقول لي بشكل طبعا انا هقول كده. ايوه صح. هي اميره انضج مني كتير قوي في العلاقات الاجتماعيه عامه، ده حقيقه. لا خلي بالك، ملهاش علاقه بالنضج تماما، ليها علاقه بتكنيك الكاركتر، بالكاركتر نفسه.
فاهمه؟ يعني في ناس ربوا البنت على انها خلي بالك جوزك وتسمعي كلامه وتحاضر وطيب، وفي النهايه برضه هو الليدر. في واحده اتقال لها ان انت زيك زيه وده الواقع. انا رسالتي بتقول مختلف مع اميره بالمره تماما. انا ارى ان المركب ينفع يبقى ليها رئيسين عادي جدا، بدليل ان المراه رئيس طول النهار في البيت. يعني هذه المركب على فكرة أنا مش بقول إن المركب ما ينفعش يبقى ليها رئيسين عشان هو يبقى الرئيس، لا أنا بقول ما ينفعش يبقى ليها رئيسين عشان أنا الرئيس. أيوة أنا البيت أنا الرئيس. لا يعني أنا البيت أيوة. أنا ما حدش يتدخل في أي شيء. أحمد سمع الكلام ده. لا سمع على فكرة هو مبسوط بده قوي. يعني أنت فكرك مثلا إن هو مش مبسوط، ده بيريح في قمة سعادته إن أنا اللي ماسكة، يعني أنا الليدر بتاع البيت. عارفة مين اللي قالت كده أصلا؟ مرات أينشتاين. بتقول له هو أنا إيه أصلا؟ أنا بالنسبة لك ولا حاجة، أنت الدماغ، انا حطني على الاقل مجرد حتى اي حاجه، حطني رقبه. فبيقول هو بيموت اكتشفت ان الرقبه هي بتحرك الراس طول عمرها. صح. ده اخر لحظه في عمره. ايه ده انا كنت طول عمري متخيل ان انا الدماغ اللي بحرك البيت. لا الرقبه اللي كانت بتحرك البيت. فانا بقول ان المراه هي ليدر وهي قائد للسفينه بالكامل، تكاد تكون واخده الوصايه اكتر في رياده البيت اكتر من الرجل ب 100 مره. دي حقيقه. ده هو يكاد يكون 30% رائد للسفينه وهي 70% هي بتعرف الولاد بيفكروا ازاي وعارفه البيت بتدور ازاي وهي بتحركه وبتحرك كل حاجه. فبالتالي انا اظن ان المركب لها رئيسين ينفع تستمر، بشرط ان زي ما قالت هند برضو ان الكلمه الاخيره تبقى للرجل، عشان احنا في مجتمع شرقي هنفضل طول عمرنا كده نقول اوكي انا وانت بنقود السفينه مع بعض، بس لازم يكون في شخص لو اختلفنا نمشي كلامه مؤقتا عشان الموضوع يمشي. انا مع ده جدا جدا جدا. لكن فكره ان انا عشان عملت كتالوجس السيد وكتالوجس التامينه فانا هل انا بأسوق للمفهوم بتاع ست امينه وست سيد؟ لا خالص تماما، انا بضحك بهزر يعني بتريق. طبعا بتريق على المجتمع. انا عايزه اعرف ايه اللي وداك انه تعمل كتالوج سي سايد وكتالوج ست امينه؟ العالم كله دلوقتي بيتجه هند لفكره الادراك. يعني إيه؟ لما جون جري عمل الكتاب المشهور بتاعه اللي هو مارس اند فينوس او رجال مريخ ومساء من الزهره، قلب الكره الارضيه، باع منه مثلا حوالي 100 مليون نسخه. صح. فالناس بقت تقول طب ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ قال لهم اصل انا لاول مره بقول لكم سر الخلافات الزوجيه على مدار التاريخ هو عدم الادراك، ان احنا كلنا لا فاهمين احتياجات الاخر ولا فاهمين ازاي نتعامل معايا. احنا متخيلين الموضوع كده بالفطره. ماما انت يا هند عشان تدخلي عشان تبقي النهارده اعلاميه كبيره، كم سنه درستي علاقات زوجيه؟ ولا يوم. صح. ولا يوم. كم انت هتعيشي نص عمرك زوجه وام؟ كم مره علموكي تبقي ام؟ كم منهج في الدراسه اتحط لك عشان تبقي ام وكان تبقي زوجه؟ كم مره حد علمك ازاي تتعاملي مع الرجل؟ ولا حاجه. خدتي ماما بتتعامل ازاي مع بابا؟ اتعاملتي بالظبط. خدت صاحبتك اللي اتجوزت قبليكي؟ هي دي مشكلتنا، ان احنا هنا عندنا الادراك بالوراثه وليس بالفطره. يقول لك دي ام بالفطره، ده اب بالفطره. كلنا كده، عشان كده تلاقينا كلنا كوبي. انا نسخه من ابويا وانت نسخه من امك، هي بالتبعيه كده. انا اخترت واحده، هتقول لك في المثل الشعبي اقفل اقرع في امها تطلع البنت. اي بالظبط. ليه؟ عشان هي اللي ربتها وهي اللي قالت لك شوفي انا بعامل بابا ازاي، تعاملي جوزك زيه. طب يا ماما بابا حاجه وجوزي حاجه، بابا كان تاجر وجوزي دكتور، اتعامل ازاي مع الدكتور؟ لازم يعلمونا في ده. فلما جون جري عمل الكتاب ده اصلا عمل ضجه في الكون، فابتدى يتقل لنا في المنطقه الشرقيه. ايه ده هو حل الشفره هناك ونسبه الطلاق في المجتمعات ابتدت تقل شويه او الخلافات. طب يلا نفكر زيهم. يبقى احنا بقى ككوتشز او ريليشن شيب كوتش لازم نفكر ازاي نوعي البنات والرجاله. لازم قبل ما تتجوزوا تحضروا كورسات، لازم تشتروا كتب متخصصه، لازم تفهموا الاخر بيفكر ازاي. مستحيل يكون جزء اتعلمتي تتعاملي زي مع فنان قصاده مليون واحده بتعكسه كل يوم. محدش علمك ده. لو ما خدتيش بالفطره اتعلمتي ازاي تتعاملي مع دكتور ولا محامي؟ ده انا عايز اقول لك انك لازم يعلموكي في الدراسه. انا بقول كده للوزاره، ارجوكم حطوا في المناهج. يعني احنا عندنا حاجات كتير محطوطه. يعني ردا على كلام حضرتك، انا لسه كنت بقول امبارح الامهات الواحد بيشوفها حواليه وطريقه التعامل مع الاطفال اللي عندها سنه واثنين، بجد انا ببقى عايزه اقوم اديها في وشها. صح كده. انا بقول بجد المفروض يطلع قانون ان مفيش ست تخلف ولا تصلح ان هي تبقى ام الا لما يبقى عندها شهاده. والله لا بنطلع طبعا. مرضى نفسيين. هي مش عارفه تتعامل، طفل صغير بيعيط وهي عماله تصحق عايزه اقوم. دي يعني ليه؟ يعني دي مسؤوليه كبيره فعلا. مفروض يبقى في فعلا زي ما حضرتك بتقول في شهاده، في زي ما الراجل والست بيعملوا تحاليلي عشان قبل الجواز طبعاً. تصلح. لازم اشوف الست دي اصلا مؤهله اصلا ان انت تربي. انا دايما اقول ايه، انتم كائنات في المنطقه الشرقيه بيتعمل لكم غسيل مخ من وانتم صغيرين. بيحطوا الراجل في مكانه عندكم غير عاديه. انا اتربيت وامي سامع البرنامج حالا وقالت لي ما تقولش الحته دي المره دي عشان قلتها مرتين بكررها تاني. انا اتربيت بشكل ذكوري مع ثلاث بنات، قومي اعملي اخوك كوبايه شاي، وتبقى البنت جايه من الشغل وتعبانه وقرفانه مش شايفه اخوكي جه، ما اخوكي مش بيشايت مع صاحبته، ما تقومي تعملي له شاي بقى. يعني هيقعد يشايت من غير ما حد يعمل له حاجه يشربها ولا ايه؟ مش معقول. لكن هي لو شتت تتكسر رقبتها طبعا، ولو حتى مديرها في الشغل بيتكلموا في الشغل. فهي التربيه نفسها فيها شيزوفرينيا، فيها ان هذا الرجل
العظيم المهاب الذي يحترم ونركع له يعني. فبالتالي ما بتتجوز مغسول بقى دماغها، فيا نهار اسود، معقوله تمت 17 سنه وما اتجوزتش ولا اتخطبت؟ دي مصيبه. فين الكائن اللي هيخطفها من العنوسه ويحرر حياتها ويديها كيانها ويثبت كمان؟ احنا بقى عندنا انه الجواز كانه ختم، انه البنت دي مش معيوبه. طب ايوه الجمله بتاعت اصلها ما اتجوزتش اكيد بدليل في الكلمه حاجة. العقيمه في مجتمعنا بايره. بص القذاره بايره بتاعت بايره يعني ايه؟ أنا بايرة. يعني منتج محدش يرضى يشتريه. محدش يرضى يشتريه. انت متخيله؟ وهي ممكن تكون هي منهيه واعلاميه ولا دكتوره ولا حد مكسر الدنيا بابحاثه وافكاره وتاخد لقب بايره لمجرد انها ممكن هي اللي ما اختارتش، هي اللي مش لاقيه حد كويس، هي يعني بتقدم لها مليون واحد وشايفه ان كلهم ما ينفعوش، فتاخد برضو اللقب سلوجن ختم على طول. تقييم هذه تقييم المرأة الست او المرأة بجوازها، ان هي اتجوزت تبقى ست زي الفل. ليست انثى لما يجيلك راجل كانه فيها مشكله عشان كده هي ما اتجوزتش. انت انثى لما انت نصف بني ادم، لما يجيلك بقى الرجل تبقى بني ادم مكتمل. عشان كده انا حتى بنتي الصغنطوطه عندي عايشه صغنطوطه كده، افضل اقول لها انت كائن مكتمل، انت مش انت افضل ازرع في دماغها، انت كائن عايزه هتكملي حياتك، ايه المشكله؟ ما انت عندك ما اتجوزتي يا ستي، تحقق احلامك. طبعا انا مع، انا كرجل شرقي ماشي مع فكره الاسره تستمر و و و، لكن تستمر بشروط. ايه الشروط دي اساسا بقى؟ انك انت كائن مكتمل. ايه اللي حصل في عصركم دلوقتي؟ انا مسميه عصر التمرد، يعني ان الانثى النهارده بقت اعلاميه، ان الانثى بقت دكتور، فانت من فضلك تفهم ان مش دي المراه اللي هتقول لها اجري يا بت قومي يا حيوانه والكلام اللي بيتقال ده اصلا، خلاص بقى ده لقب انتهى. هي شريكه حياتك فعلا وقولا، مش بنكتبه بس. كل واحد يقابلني يقول منى شريكه حياتي، انت بتعملها كشريكه حياتك ولا بتعملها قدامنا بس شريكه حياتك؟ هي شريكه يعني شريكه، خلي بالك هي بتجيب فلوس، انت بتجيب فلوس، هي بتربي وانت بتربي، هي مش ممكن اديها ده. فانا ارى ان الانثى، عشان كده انا بيسموني يعني متحيز، انا لست متحيز، يعني انا مش متحيز، انا بقر بواقع في مجتمعي وانا شفته بعينيا وعايشه. يعني المجتمع ما زال بيتعامل مع الانثى النهارده باستثناء كنتوا اللي تمردتوا، يعني حققتوا حاجات في حياتكم فاهم حقكم تقولوا تمردنا. هقول لك حاجه، هو مش تمرد، هو عارف الكلمه بتاعت نو يور وورث، انه تعرفي انت تستحقي ايه. أيوة. هو يمكن طبعك. احنا انا اميره وستات تانيين كتير جدا عرفنا ان احنا اللي نستحقه او قيمتنا في الحياه مش ان انا طبعا الزوجه والام من اسمى الادوار في الدنيا جدا، بس مش انه جداً. انا اشوف راجل اتبعه او لازم ابقى انا حاجه عشان اعرف اختار راجل كويس. هو ده، لازم ابقى انا كويسه عشان الاقي واحد كويس. هو يقول لك وراء كل عظيم امراه، يا سيدي ما يتلقح في اي حته، ولا لازم اكون وراء اصلا؟ طب ما يكون ورايا، ما يبقى جنبه يا سيدي، نبقى جنب بعض. برافو عليك يا اميره. هو ده المعنى. اميره انا عايزه اعرف رايي ايهاب قبل ما نكمل اسئلتنا في حاجه مهمه قوي. في توجه مؤخرا في تمرد وكذا وكذا، بس في توجه اكيد كلنا ملاحظينه وشايفينه، انه ايه المشكله اما جوزك، اما جوزك يتصل ولا بتكلمي امك اقفلي في وشها وروحي شوفي جوزك، واخوك يجي ويفتح الفيسبوك بتاعك وياخد الواتساب وياخد الباسورد ويعمل كل حاجه. والاصحاب يعني هذا التوجه بيقولوا انه ده عشان نحافظ على الاسره. تعليقك على ده ايه؟ لا هو احنا مش عشان، هو عشان نرثي ثقافه العبوديه بس مش اكتر. بس وهم مش فاهمين ان هم اللي عملوه ده زمان. انا كاتب كده في الكتاب الجديد، في الكتاب بتاع كاتوكس امين، اللي عملته زمان هو اللي بيحصل بينفجر النهارده في المجتمع. هو انا اللي بقول لك نسبه الطلاق النهارده في المنطقه العربيه، احنا طبعا بنتصدر نسبه الطلاق في الكل لو تعرفي، ده رقم واحد في العالم في نسبه الطلاق اصلا. هو ده جه منين اصلا؟ هل كنا ان احنا عرب وكلنا متدينين و خلانا بنحافظ على منظومه الاسره؟ ده اللي حصل العكس تماما، حصل انفجار. هو احنا ليه قضايا الخلع ماليه المحاكم؟ لان المراه جت عليها بقى اللحظه اللي هي زهقت بقى، مش قادره اكمل، مش هفضل طول عمري في العبوديه. لا ماما انسي افكارك بتاعت زمان دي كلها، ما عندناش بنت بتتطلق، البنت تحت رجل جوزها، والبنت لو ما اتجوزتش تبقى بايره، كل المفاهيم دي كلها جت الانثى في العصر ده تمردت، وده الانفجار اللي حصل عشان اللي انت بتقوليه ده، عشان زرعه في دماغها. لو ماما بتكلم، ماما اللي خلفتني، ماما اللي صنعتني بتكلمني في تليفون، فيجي هذا الكائن الدخيل على عالمي ما اعرفش اكمل معاه ولا ارفف وشها السكه؟ ده دين مين اللي قال كده؟ ولا عقيده مين؟ ولا افكار مين اساسا؟ فهذا او يقول لها هاتي اديني الباسورد بتاعك عشان اشوفك انت بتكلمي مين، ولا هو انت مستعبدني اصلا؟ ما صاحبتي بعت لي حاجه على الفيسبوك وممكن تكون مش عايزك تشوفها، الواتساب بتاعها بعت لي صورتها في البيت بلبس البيت، انت مالك انت تبص تاخد الباسورد بتاعي ليه؟ يعني مفاهيم يا هند عقيمه. وفي النهايه هم شايفيني دلوقتي ان انا بدعو لانهيار الاسره وكده، لكن اللي بيحصل ان احنا لو اتعلمنا صح، الرجل هيبتدي يتوجد في دماغه فكره، ده انا في بقى انثى مختلفه في العصر ده، دي شريكه لحياتي فعلا،
بحترمها وبتحترمني. مش شرط ان انا اقول هاتي الباسورد بتاعك عشان انا بثق فيها انها محترمه. مش لازم، مش ده اللي هيدل على انها مش محترمه حضرتك يعني. بالظبط. فهمني بالزبط. فهي بس نعدي للمفاهيم دي هتلاقي الانثى رجعت تاخد مكانتها الاصليه. وانتوا على فكره يعني ما في اعلاميه ولا حد مهم بتكلم معاه الا ما تقولي نفس الكلمه، تقولي والله يا ايهاب عندي استعداد اكون ست في البيت بمعنى الكلمه. البس واتدلع واطبخ واقول له حاضر واغسل له رجليه كمان. مش شرط يعمل لي كبني ادم استحق ده. مش عارف. والله في اعلاميه كبيره جدا على الهواء قالتها لي، قالت لي والله والله انا عايز اغسل لجوزي رجليه، انا ما عنديش مانع ده ولا ارى ان ده مهين ليا، بشرط ان هو يعرف ان دي مش تقليل مني خالص، وانا مش قاعده تحت رجليك لان انا قليله، لان انا بحترمك وانت بتحترمني، لان انا لو احتجت ده هتعمله لي. المشكله بالزبط. كان في فاكره اللي كانت بتربط جزمه جوزها في الفيسبوك وكسرت الدنيا، ماشي ما نحط واحده جنبها تاني واحد بيربط لمراته الجسم، ايه المشكله؟ ايه اللي حصل؟ صح صح. ايه الاهانه في كده؟ صح. طيب عايزه اعرف منك ايه كانت المرحله الاصعب في ان انت تعمل كتالوج امينه ولا كتالوج سي السيد؟ امينه طبعا. نعم. سي السيد 6 شهور، امينه سنتين. اوكي. متخيله؟ برغم ان انا صفحتي على الفيسبوك ما فيهاش غير بنات بس، ما عنديش رجاله خالص. تمام. انت عامل الكتاب ده عشان تدعم امينه وتطلع وتوجد حلول، بس انت مطلعها برضو نكديه قماصه. ما هو انت عشان لسه بعت لي الكتاب طبعا. ايه بص بقى؟ بص هو انا طبعا انا يعني كان المفروض ابعت لي الكتاب من بدري عشان تقريه. أوكي. بس هو كل اللي بيقرا الكتاب بيتخدع في العناوين. اوكي اوكي تمام. فطبعا هو الناس مش عارفه الكتاب لسه نازل امبارح، فما حدش حتى قراه يعني. الفكره ان انا بضحك على الراجل. انا يا اميره نفسي الراجل يقرا عن الست وهو رافض، بيقول لي انت مين انت اللي هتعلمني يعني ايه ست؟ ده انا مقطع السمكه وديلها من وانا قد كده بصاحب بنات يعني. انت هتعلمني؟ فانا ضحكت عليه. قلت له ايه؟ قلت له يا ده انا هوريك بقى بلاوي الست بقى. مش انت انا وانت في جبهه واحده، تعالى يا معلم بقى. اوكي انت بتجر رجله. يلا بقى. أوكي. ايه خش، ده هي مليانه بلاوي. يقول لي بتتكلم جد؟ اقول له والله العظيم بص دي نكديه وقماصه ومش عارف ايه وكل العيوب في الدنيا. فيخش يقرا يعيط، ايه ده؟ ده نكديه عشان انا عملت كذا كذا كذا. أوكي. كذا. دي قماصه عشان انا مش عارف. اصل هي بالمنطق، ما انا بقول له هي نكديه، هي جات لك من بيت ابوها نكديه؟ اكيد لا. ولا الاول كانت بتقعد تهزره وبتعمله وبعد كده زي الفل سنه أكيد. سنتين ونكدت وبقت نكدت. ايه اللي حصل؟ طب قول لي بقى ايه اللي حصل السنه دي؟ مين بقى بابا خلاها لطيفه؟ انا بنتي بنقعد نرقص انا وهي طول اليوم في البيت ما شاء اصلا الله. هتطلع نكديه لمين اصلا؟ لما تجي بقى لراجل وتبص لقيانه زيغه بره ماشيه في الشارع مع انجزاء وروح بص على واحده ما هتنكد عليك. لما يجي عيد ميلادها وتعمل نفسك مش ناسي ما هتنكد عليك. لما تيجي تقول لها انت رايحه فين وريني الباسورد بتاعك ما هتنكد عليك. لما تبقى مش لما تيجي تقول لك محتاجه حاجه وانت مش قادر تعملها وفي استطاعتك ما هتنكد عليك. يبقى دور هي ليه نكديه بقى يا استاذ؟ عندك 10 اسباب. لو راجل هات لي سبب بره ال10 دول، بعمله كده في اخر الفصل. فتلاقيه يروح ماسك الكتاب يروح مقطعه. ادي كتابك. ادي الكتاب. طب انا عايزه اسالك على حاجه. في كتابك انت بتقول انه الرجاله ما بتعرفش تتعامل مع الستات، وخد ده كتالوج عشان تعرف تتعامل معاها. لو فعلا الرجاله ما بتعرفش تتعامل مع الستات، قصص الحب والجواز وموسم، انت عارف موسم التزاوج العظيم اللي بنلاقيه فجاه زي بتاع الحمام كده كله بيتجوز، قصص الحب دي بتكمل ازاي والجوازات دي كلها بتكمل ازاي من وجهه نظرك؟ طبعا لو انت درستي تاريخ السينما والغسيل برضو البخ اللي اتعمل فينا في السينما، تعالوا راجع افلام السبعينات كلها. قصه حب عبد الحليم ومش عارف مين وكل عمر الشريف وكل الحاجات الجميله دي كلها. كلمه ذا اند النهايه بتنزل امتى؟ بعد ما يخلفوا ولا بعد ما اتجوزوا؟ بعد ما يتجوزوا. بس. شكرا. شكرا. صح. حضرتك حد فيكم عارف بعد ما اتجوزوا ايه اللي حصل؟ لا. ولا حاجه. فيلم واحد سهر الليالي اللي جابه بعد كده بتاع احمد دول، صح كده؟ الوحيد وكله نكد. كلهم متخانقين مع بعض صح؟ وكلهم اتطلقوا الاربعه. اذا انتوا بتدونا صوره وهميه للحب، ان الحب ده ان عبد الحليم يقعد يسب لفلانه اللي فاتن حمامه فتحبه واحنا حرمان. حرمان لازم حرمان ده. طول الفيلم الله. وبعدين يتجوزوا. لو هي نفس القصه ويجي الدخيل اللي بينهم يحاول يوقع وتيك تيك. أيوه. وفي الاخر يفوز الحب العظيم فيتجوزوا. طب بعد ما اتجوزوا ده انا مره عملت والله العظيم انا مره عملت قلت ايه افظع بتحلم بمين؟ ايه رايك في عنتر بن شداد اللي خلى عبله بقى جنيت الدنيا؟ طلعها بعد اسبوعين. عنتر بن شداد قصه اعظم قصه حب في التاريخ، طلق قبل بعد اسبوعين يا جماعه واتجوز عليها واتجوز واحده ثانيه والله العظيم. ايه ده؟ ليه روميو وجوليت وانا ليه اللي بتشوه لي نفسه؟ قيس وليلى اصلا اتجوزت غيره وقعد فضحها وبقى يروح لها عند الخيمه هناك لحد ما جوزها طلقها وماتوا الاثنين. روميو وجوليت الاثنين ماتوا. هتقولي يا جماعه قصه في التاريخ اصلا بتقول ان في حب حقيقي في الحب يا جماعه بعد ما نخش بيتنا ويستقر يبتدي توجد الموده والرحمه. مظبوط. فنوجد هذا الحب اللي بدعوا الاعلام ان هم يبتدي يركز عليه. هو ده اللي عمله تامر في عمر وسلمى. كانت لطيفه، كانت حاجه لطيفه جدا 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 يعني. فانا بقول كده، فارجوكم ان احنا ندخل جوه البيت اصلا
فانت جوزك اتجوز على نيلي صح كده؟ اه جوز. مش عايزين نسيح الهوا. لا جوزي طالع في كل كريم. المسلسلات خاين ده طبيعي. قلت له خلص ادوارك في المسلسلات خلص كل بقى في الحقيقه. شفت لما دخلنا على البيوت ايه اللي حصل؟ مجرد ما السينما دخلت جوه البيت جابت لك بقى المصايب. ايه ده؟ ده بص اللي بيحصل جوه البيوت اساسا. فهو تسويق يا هند لفكره ان الحب ما قبل الجواز هو ده الحب اللي بنحلم بيه واللي زرع في دماغك ان الله ما يكسر حب شغاله زي الفل. مش حقيقي خالص، ده وهم. الحب الحقيقي يبتدي لما ندخل البيت وابتدي اعرف احتياجاتها. هي ليه متعصبه الشهر ده؟ ايه اللي بيمر الحاله النفسيه ولا الجسديه اللي هي بتمر بيها فمخليها متعصبه؟ وهل المطلوب مني انا استحملها كام يوم في الشهر؟ وهل مطلوب مني استحملني امتى وانا جاي من الشغل ولا وانا قاعد؟ طب تنصحني امتى؟ انصحها امتى؟ طيب لما كل واد موجودين ينفع نفتح مشاكلنا؟ هي دي الفكره. فاحنا لو اتعلمنا هنلاقي الدنيا كلها لطيفه. انا بشكرك شكرا جزيلا على طبعا وجودك، بس بشكرك ان انت خليتني اتمسك اكتر بعدم الجواز. ايه ده اضرابك؟ لا 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 يعني لانه لا بيبو المخرج بيقول لك عقدت البنت يعني. لا هو مش تعقيد، هو واقعيه اكتر. يعني هنتكلم في موضوع الجواز ده بعد الفقره عشان ما ينفعش اقول ده على الهواء، بس انت نورتنا. انا بشكرك شكرا جزيلا. للاسف خلصت فقرتنا. دايما يا رب انا بتمنى لك النجاح، وعايزه اخد الكتاب ده طبعا نجاح لنجاح ان شاء الله. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا.